أتى رمضان بالكرم وثغر هلال مبتسم، أتى رحمات غامرة، أتى أملا لذوي الندم. صلي يا روح نسائمه وتوبي فيها واغتنمي، وجدي بصيامك معه كأنك قبله لم تصمي. أتى رمضان بالكرم. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نور دربك. في هذه الحلقة المباركة نتفيأ حدائق النبوة العطرة ونستنشق من عبيرها الكريم ما ييسر الله عز وجل به من فم شيخنا الكريم محمود الحسنات. فأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، حديثنا اليوم عن الفضيلة الثانية من فضائل شهر رمضان، وهي الصدقة وصلة الأرحام. إن من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى الصدقة على الفقراء والمحتاجين، ففيها تطهير للنفس من الشح والبخل، وتطهير للنفوس أيضا من الأحقاد والضغائن. ولا أفضل من أن يتقرب المسلم في هذا الشهر الكريم لربه بصلة رحمه وإزالة ما قد يقع في النفوس من شحناء، حيث قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لو تحدثنا شيخي الفاضل عن فضيلة الصدقة وصلة الأرحام وثوابهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في البداية إذا ما أردنا أن نتحدث عن الصدقة في رمضان، أولا أجمل ما تكلم فيه في الصدقة أو ما ورد في الصدقة حينما تحدثت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة عن صفة جميلة من الصفات التي كان يتسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جوادا كالريح المرسلة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي وكان ينفق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تقول عائشة أنه كان أجود ما يكون في رمضان، أي أنه طوال السنة جواد، طوال السنة يعطي، طوال السنة ينفق النبي صلى الله عليه وسلم، طوال السنة يهب، لكن كان أجمل وأعظم وأقوى ما يكون كان في شهر رمضان. لماذا؟ تحدثنا في الحلقة الماضية عن فضائل رمضان، وذكرنا هذه المنزلة العظيمة في ديننا، وهذه المنزلة العظيمة في القرآن في وصف رمضان بأنه شهر الخير والبركة، وتصفد فيه الشياطين، وتغفر فيه الذنوب، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران. لذلك كانت الصدقة لها سر عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة الذنب المعصية كما يطفئ الماء النار. شوف كل قديش كم لنا من الذنوب والمعاصي، أيضا الصدقة تطفئ خطايانا. أيضا الصدقة علاج للمرض. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: داووا مرضاكم بالصدقة. في قضية صلة الأرحام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أطره. يعني اللي بده الرزق، اللي محتاج مال وبده مال يكون عنده دائما ورزق عياله، من أراد أيضا أن ينسأ له في أثره، أنه يكون له أثر عظيم حتى بعد موته، فليصل رحمه. وملحوظة أخرى أنه الأعمال تعرض إلى الله عز وجل، ترفع إلى الله كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل منها قاطع رحم. اللي بيكون قاطع رحمه لا يقبل منه عمله، فما بالك لو كان في رمضان؟ في غير رمضان لا يقبل العمل، فما بالك لو كان هذا العمل في رمضان؟ الإنسان الآن في رمضان ختم للقرآن، صلوات، ذكر، كظم للغيظ، صدقة، كل خير الإنسان الآن بفعله
في رمضان. لكن هذا العمل لا يرفع إلى الله عز وجل إذا كان صاحب قاطع رحم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. انتهى الأمر، لا يدخل الجنة. القضية مش قضية سهلة إنه الإنسان يقطع رحمه، بيقول لك ما هو مش مشكلة، الله بيغفر. نعم الله عز وجل يغفر ما بينه وما بين العبد، لكن حقوق الناس لا، تعاملك مع الناس لا. الآن لابد أن تصل رحمك، لأن الرحم معلقة في عرش الرحمن. يعني الرحم اشتكت إلى الله، أصبح الناس يقطعون الرحم بكثرة فاشتكت إلى الله، فالله عز وجل قال لها أفلا أرضيكي، الرحم تشتكي. الله عز وجل الآن يقول لها أفلا أرضيكي، فقالت بلى يا رب، فالله عز وجل علقها في عرشه، قال أو ما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. اللي بده يصل هذا الرحم الله حيوصله على الجنة، لكن من يقطع الرحم ربما لا يرى الجنة، وهذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. لو تحدثنا شيخ الفاضل عن العلاقة بين الصيام والإنفاق، والعلاقة بين الإنفاق وصلة الرحم. وفي رمضان لابد أن الإنسان تكون صدقته على الناس بشكل عام، لكن الأجمل أنه الأقربون لابد أن يكونوا أولى بالمعروف وأولى بالصدقة. يعني الصحابة اللي كانوا دائما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمال ليجهزوا فيه جيوش في سبيل الله، كان النبي يقول لبعض الصحابة اترك شيئا لأهلك، اجعل هذا المال لأهلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ المال مباشرة، كان يقول له هذه الصدقة اللي أنت بدك تدفعها اجعلها لأهلك، ربما هم محتاجون. لما جاءه أبو هريرة وجاءه عثمان وجاءه أبو الدرداء وجاءه بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كان يدفعهم بأن يتصدقوا على الأهل. فالإنسان في رمضان يتفقد، لابد أن الإنسان يتفقد ممن يعيشون في عائلته، يعيشون في أسرته، قبل أن الإنسان يظهر صدقته للعوام أو يظهر صدقته للناس، أنه ينظر إلى أهل بيته إذا كانوا محتاجين هم أولى بالصدقة. ولهذا في رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأعمال تتضاعف، يعني أجور الأعمال لما ترفع إلى الله عز وجل ليس كالأعمال قبل رمضان، وإنما الأجور التي الآن سنتحصل عليها في رمضان من أعمالنا، من الفضائل، من الصدقة، من صلة الأرحام، من أي خير نعمله سيكون مضاعف إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه دعوة أنه نستغل هذا الشهر، شهر رمضان، في صلة الأرحام. وصية هذه من خلالكم، أنه الإنسان إذا بينه وبين أهله مشكلة، بينه وبين أمه أبوه، بينه وبين الناس، بينه وبين أقاربه، أنه يستغل فرصة رمضان، لأنه كل عمل لن يقبل. وثانيا الصدقة، أنه في هذا الشهر شهر الخير والبركة، أنه نبحث عن البيوت المظلمة، البيوت التي ربما لا يسترها إلا الله والجدران، وندق هذه البيوت في رمضان ونساهم في عونهم وإعانتهم في هذا الشهر. أشكرك شيخي الفاضل على هذه المعلومات القيمة. فالصدقة تظلل صاحبها يوم القيامة، فالله يجازي المؤمن ويكافئه بمثل عمله، كما أن صلة الأرحام في شهر رمضان تعتبر من الأشياء التي يتوجب على المسلمين القيام بها، وقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم قطيعة الأرحام مانعا من دخول الجنة مع أول الداخلين. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، ولا تنسونا من صالح دعائكم.